خلينا نتابع دلوقتي مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي وفرق المختلف. هيكون معانا مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، وخليني انا وكريم كده نسمع منك وكل الجمهور دلوقتي بتاع 10 الصبح في الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم آخر أخبار النادي. خلوني قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي أضم صوتي صوت جميع الأهلاوية، وأتمنى الفريق الأول لكرة القدم كل التوفيق في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله يعودوا من المغرب متوجين بالبطولة وبالنجمة العشرة، ويعني خلاص الحلم على بعد خطوة واحدة من الفريق الأول لكرة القدم. طبعا بتمنى لهم كل التوفيق. خلونا دلوقتي نبدا فقره اخبار النادي، ونبدا بالكاراتيه وانجاز جديد بيحققه براعم الكاراتيه بالنادي الاهلي وتحقيق 50 ميداليه متنوعه في بطوله القاهره المتنوعه. يعني خليني اقول لكم ان البراعم عملوا اداء كبير جدا واداء يليق باسم النادي الاهلي، وربنا طبعا كلل تعبهم ومجهودهم وقدروا يحصلوا على 50 ميداليه متنوعه زي ما قلت. طبعا حابه ابارك لجهاز الكاراتيه وان شاء الله مزيد من التقدم والتالق. استكمالا للحديث عن الكاراتيه، يوم الجمعه والسبت القادمين هيكون في اختبارات لفريق الكاراتيه بالنادي الاهلي. الاختبارات هتكون بفرع مدينه نصر من سن 10 سنوات حتى 16 سنه، ويعني طبعا الحقيقه الالتحاق بفريق النادي الاهلي بيكون حلم لجميع اللاعبين، وطبعا بتمنى لهم كل التوفيق. خلونا دلوقتي نروح للفرق المختلفه. طبعا زي ما جميع مشاهدينا عارفين معظم الفرق دلوقتي في فتره اعداد للموسم الجديد، يعني ناشئين كره القدم بيواصلوا تجربتهم النهارده، وزي ما كان صرح طبعا مستر مايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع ان الخمس اسابيع الاولى من التدريبات هتكون مركزه اكتر على تدريبات اللياقه عشان يرفعوا المستوى البدني عند اللاعبين طبعا قبل انطلاق الموسم الجديد والمباريات الرسميه. ايضا كره اليد سواء سيدات او رجال بيواصلوا تدريباتهم النهارده، يعني نبدا بسيدات كره اليد. النهارده هيكون عندهم تمرين في تمام الخامسه ونصف مساء على الملعب هنا بمقر النادي بالجزيره استعدادا للموسم الجديد، واللي بالتحديد هيبدا يوم 27/9. يعني خلوني اكلمكم اكتر عن مران امس. وعلى هامش المران قامت اللاعبات بعمل قياسات، بيكون قياسات طبعا على الملعب وفي صاله الجيم، يعني قاموا بعمل قياسات لتحديد ارقام اللاعبات في صاله الجيم على الباك سكوات البنش وكمان العقله، وايضا قاموا بعمل قياسات لكل لاعبه في الملعب على السبرنت وتحمل النفس. طبعا كل لاعبه بيكون ليها ارقام مختلفه، يمكن كمان بيتم زياده هذه الارقام بالتدريج استعدادا للموسم الجديد. كمان رجال كره اليد النهارده هيكون عندهم تدريب، يعني برنامجهم التدريبي بيكون مقسوم على فترتين. الفتره الاولى بتكون من الساعه 2 ل 4 وبتكون فتره بدنيه في صاله الجيم، والفتره الثانيه بتكون فتره مبنيه على التدريبات الفنيه، هتكون في الملعب من الساعه 4 ل 6 استعدادا ايضا للموسم الجديد تحديد بطولة كأس الكؤوس اللي هتبدأ يوم 24/8. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أيضا رجال تنس الطاولة النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب في تمام السابعة مساء طبعا بفرع الأهلي بمدينة نصر استعدادا للبطولة القادمة، وهي بطولة العرب اللي هتبدأ يوم 10/8، وهي ليها على طول بطولة الأندية العربية، وطبعا البطولتين الحقيقة مستضيفاهم دولة الأردن. يعني بنتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله يقدروا يحققوا البطوله لصالحهم. اخيرا بقى سيدات كره السله، طبعا هم لسه في فتره راحه لكن هيتموا استئناف التدريبات بعد اجازه العيد مباشره. يعني بشكل عام كل الفرق في حاله تركيز كبيره جدا للموسم الجديد، عندهم احلام وطموحات وامال وهم بتحقيق جميع البطولات للنادي الاهلي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان يا هواندو يا كريم اقول لكم الاخبار الاجتماعيه. يعني بالفعل بعد دقائق قليل هيبدا امتحان محو الاميه للعاملين بفرعي مدينه نصر وايضا الجزيره، طبعا ده تطبيقا لبروتوكول محو الاميه واللي هو بروتوكول التعاون بالنادي الاهلي مع هيئه تعليم الكبار. يعني طبعا دي كانت مبادره مقدمه من النادي الاهلي بعنوان اهلي بلا اميه، والحقيقه ده بيؤكد على دور النادي الاهلي المجتمعي، يعني مش بس دوره في الرياضه لا كمان في دور مجتمعي. وخلوني كمان أؤكد
لان المدرسين اللي بيدرسوا اللي عاملين بنادي الاهلي هم متطوعين من اعضاء النادي الاهلي، يعني كانوا التحقوا بدوره مقدمه من الهيئه العامه لتعليم الكبار عشان يقدروا يدرسوا اللي عاملين. وطبعا ده يعني الحقيقه عمل كبير جدا فعلا بيليق باسم اعضاء النادي الاهلي. يمكن كان امتحن بالفعل العاملين بفرع الشيخ زايد، النهارده هيكون زي ما قلت امتحان للعاملين بفرع الجزيره وايضا مدينه نصر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله ينجحوا ويقدروا يحصلوا على شهاده محو الاميه. دي كانت الاخبار الاجتماعيه وايضا اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان قبل ما اختم كلامي انقل لجميع مشاهدينا الاعضاء بالنادي الاهلي الاجواء داخل النادي. يعني الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ ساعات مبكرة من اليوم في حالة من النشاط داخل النادي. درجة الحرارة دلوقتي 33 وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني دي أنا هواندو يا كريم كانت أبرز أخبار النادي الأهلي معاكم. لو عندكم أي استفسارات العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. دي أبرز وكل الأخبار بتاعي، أنت مفيش جانب ما غطيتيهوش يا هنا. شكرا ليكي زميلتنا العزيزة.